انعزاله عن الحياة الخارجية وعدم نجاحه في حياته أدى به إلى ارتكاب أفظع الجرائم. في عالم مليء بالصخب وكثرة الناس، يجد بعض الأفراد أنفسهم يتراجعون إلى العزلة أكثر فأكثر، بحثاً عن مأوى يبعدهم عن تحديات المجتمع. بينما يتعلم الكثير من الناس الإبحار في هذه المياه والبقاء واقفين على قدميهم، يجد البعض أنه من الأسهل الغرق في الغموض. في اليابان، يعرف أولئك الذين يختارون هذا المسار باسم هيكيكوموري. ما الذي يمكن أن يحدث عندما يصل أحد هؤلاء الأفراد إلى نقطة الانهيار؟ عندما ينفجرون؟ كم عدد الأرواح التي ستتأثر بأفعالهم المروعة؟ وكيف أدى حدث تقشعر له الأبدان في كاواساكي في مايو عام 2019 إلى مأساة مؤلمة؟ تفضلوا بالبقاء معنا من أجل معرفة التفاصيل المثيرة لقصة هذا اليوم. في مدينة كاواساكي الواقعة جنوب طوكيو مباشرة، كان يقيم رجل يبلغ من العمر 51 عاما يدعى ريويتشي اواساكي. ولد ريويتشي في ديسمبر عام 1967، واتسمت حياته المبكرة بطلاق والديه عندما كان عمره 4 سنوات فقط. نتيجة لذلك انتقل للعيش مع عائلته الممتدة، بما في ذلك أجداده وعمته وعمه وأبناء عمومته. على الرغم من طفولته المستقرة إلى حد ما، كافح ريويتشي للحفاظ على الصداقات خلال سنوات دراسته. تابع لاحقاً التدريب المهني في الهندسة وعاش حياة عادية نسبياً. بعد تخرجه عمل في العديد من الوظائف الأساسية، مثل العمل في المصانع وكحارس الليلي لمتجر محلي. على مر السنين، وبينما كان أبناء عمومته يغادرون ويواصلون حياتهم الخاصة، استمر ريويتشي في العيش في منزل العائلة. توفي أجداده للأسف في عام 1990، ليجد نفسه يعيش مع عماته وعمه فقط، وأصبح يقضي معظم وقته وحيدا في المنزل. عندما دخل ريويتشي 40 من عمره، وجد نفسه منغمسا في العزلة، يعيش في منزل العائلة مع عمته المسنة وعمه. أصبح منعزلاً وقضى معظم أيامه في الداخل، يلعب ألعاب الفيديو ويشاهد برامج المانجا. كان ريويتشي يتجنب أي تفاعل مع العالم الخارجي، كان أقرباؤه يعتنون به ويقدمون له وجبات الطعام ويعتنون بالأعمال المنزلية. على الرغم من جهودهم، تعمقت ميول ريويتشي المنعزلة، وأصبح أكثر بعداً عن عائلته. بحلول عام 2010، تخلى عن كل الجهود ليصبح عضواً فعلاً في المجتمع. على الرغم من وجود ابن أخيهما، كان الزوجان المتقدمان في السن في أمس الحاجة إلى الرعاية، لدرجة أنهما طلبا في النهاية من مركز الرعاية الاجتماعية المحلي زيارات الرعاية المنزلية. ومع ذلك نظرا لعيش ريويتشي في المنزل، فقد نصح بالتحدث معه للحصول على المساعدة. جاءت نقطة التحول في يناير كانون الثاني عام 2019، عندما تركت عمة ريويتشي وعمه ملاحظة خارج باب غرفة نومه، يعبران فيها عن مدى حاجتهما إليه ويطلبان مساعدته فيما يخص المنزل. أثار هذا الطلب مواجهة، حيث أكد ريويتشي استقلاله ورفض التماسهم. وزاد هذا الحديث من توتر علاقته بعائلته ودفعه إلى مزيد من الانعزال. أصبح ريويتشي البالغ من العمر 51 عاما مرتاحا تماما في حياته المعزولة والعاطلة عن العمل. بعد أن كان في هذا الوضع لعقود من الزمن، اكتسب إحساسا قويا بالحق في أسلوب حياته السهل الذي يشكو منه جيرانه أيضا. وقعت حادثة واحدة ملحوظة في صيف عام 2018، عندما كان فرع شجرة الجار معلقا قليلا فوق السقف المجاور. بعد أن أدرك ذلك، طرق ريويتشي بشراسة باب الجيران وأهانهم وبدأ جدالا استمر لمدة ساعة. أخذت عزلة ريويتشي ومخاوف عائلته منعطفا مأساويا في 28 مايو عام 2019. في ذلك الصباح غادر ريويتشي منزله، وهو حدث غير عادي نظرا لأسلوب حياته المنعزل، وتفاعل مع جيرانه متمنيا لهم يوما سعيدا. في حي على مسافة قصيرة بالقطار، كان المشهد نموذجيا في الصباح في محطة نوبوريتو. سارع الركاب إلى العمل وتوجه الأطفال إلى المدرسة وبدت الحياة عادية. لم يكن أحد يعلم أن هذا الصباح الروتيني سيتحول قريبا إلى محنة مروعة. في حوالي الساعة 7:44 صباحا،
تجمع حشد من الناس معظمهم من الأطفال في المحطة في انتظار حافلتهم المكوكية، وكان بينها حافلة متوجهة إلى مدرسة كاريتاس الابتدائية، وهي نفس المدرسة التي درس بها ريويتشي منذ عدة سنوات. وبشكل غير متوقع شن ريويتشي وهو يلوح بسكين هجوما مسعورا، استهدف أولا ذكرا بالغا قبل أن يحول انتباهه إلى الأطفال الأبرياء في الحشد. اندلعت الفوضى عندما تفرق الناس هربا من العنف. انتهت نوبة غضب ريويتشي المرعبة بالسرعة التي بدأت بها، حيث ابتعد على بعد 10 أمتار قبل أن يدير السكين على نفسه ويطعن نفسه حتى الموت. حدث كل هذا في وقت قصير للغاية. كانت نتيجة الهجوم الوحشي بليغة، حيث أصيب 19 شخصا بجروح بليغة، من بينهم شخصان بالغان و17 طفلا. وللأسف فقد شخصين حياتهما، رجل يبلغ من العمر 39 عاما وطالب في الصف السادس. نظرا للعدد الكبير من الضحايا، تم استدعاء 11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث اعتبر 4 أشخاص في حالة حرجة بما في ذلك ريوتشي. تركت آثار الهجوم المجتمع الياباني في حالة من الصدمة وأثارت العديد من الأسئلة. كشف البحث في مسرح الجريمة عن حيازات ريوتشي لسكاكين متعددة، حيث عثر الضباط على 4 سكاكين بحوزته، بما في ذلك سكاكين صيد وسكاكين أخرى في حقيبته، مما يشير إلى أن ريوتشي قد خطط مسبقا لهذه الجريمة. أشار تاريخ تصفحه على الأنترنت إلى التركيز على المواضيع العنيفة والصور المزعجة. على الرغم من هذه الأدلة، ظل الدافع وراء أفعاله بعيد المنال، مدفونا في معتقدات حياته المنعزلة. لحسن الحظ تعافى الضحايا الأبرياء 3 من إصابتهم، بينما توفي ريوتشي متأثرا بطعناته المميتة. وبينما كانت الأمة تتصارع مع المأساة، برزت المحادثات المحيطة بالهيكوكوموري والصحة العقلية إلى الواجهة، وأثارت وسائل الإعلام الحادث. شدد المدافعون على أنه لا ينبغي ربط أفراد الهيكوكوموري تلقائيا بالسلوك الإجرامي لريوتشي، وأن ظروف كل شخص فريدة من نوعها. بعد جريمة ريوتشي، أصدر رئيس مؤتمر هيكوكوموري بيانا قال فيه إنه لا ينبغي ربط هذه الجريمة بأسلوب حياتهم، وأنه لا ينبغي اعتبارهم جميعا مجرمين محتملين. لكن هذا لم يمنع وسائل الإعلام اليابانية من إثارة الموقف. لسوء الحظ لم تنتهي سلسلة الأحداث المقلقة بهجوم ريوتشي. بعد أيام فقط تكشفت مأساة ثانية. ارتكب هيدياكي كامازاوا نائب وزير الزراعة والغابات ومصائد الأسماك السابق، البالغ من العمر 76 عاما، عملا مروعا من أعمال العنف ضد ابنه إيشيرو كومازاوا. وكان إيشيرو البالغ من العمر 44 عاما والذي يعاني من مشاكل عقلية، قد عاد للعيش مع والديه بعد فشله في الحفاظ على وظيفته واستقلاله. في الأول من يونيو عام 2019 اندلع جدال ساخن بين هيدياكي وإيشيرو، وبلغ ذروته بطعن هيدياكي ابنه بوحشية عدة مرات، مما أدى إلى وفاة إيشيرو. تركز تبرير هيدياكي لأفعاله على خوفه من أن إيشيرو على وشك أن يتبع نفس مسار العنف والعزلة الذي سلكه ريوتشي. أثناء نشأته اعتبر إيشيرو موهوبا في المدرسة الابتدائية، حيث وضعه والده في التعليم الخاص، ولكن بعد انتقاله إلى المرحلة الإعدادية بدأت علاماته فجأة في التدني. انعكس العداء في المنزل على سلوك إيشيرو في المدرسة. وفقا لزملائه السابقين، كان ذلك الطفل الغريب والمهووس الذي يتحدث دائما إلى نفسه. على الرغم من انفصال الحالتين، إلا أنهما أصبحتا متشابكتين في وسائل الإعلام والخطاب العام، مما سلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأفراد الذين يعانون من العزلة والصحة العقلية. أثارت المآسي مناقشات حول الحاجة إلى دعم الصحة العقلية والفهم والتعاطف، وشدد المدافعون عن حقوق الإنسان على أن أفراد الهيكوكوموري يحتاجون إلى المساعدة بدلا من اللوم، وأن التدخل المبكر أمر بالغ الأهمية في معالجة كفاحهم. كما أكدت الحوادث على أهمية معالجة قضايا الصحة العقلية بصراحة، وكسر صمت العار المرتبط بطلب المساعدة. على الرغم من إلحاحه على أنه كان يدافع عن نفسه، لم يكن هناك دليل يشير إلى أن هيدياكي قد كافح أو حتى تعرض لأذى جسدي أثناء الهجوم. بعد التحريات اكتشفت الشرطة أن والد إيشيرو كان يخطط بالفعل لقتل ابنه،
حيث كان هيدياكي يبحث عن تداعيات قانونية لقتل شخص ما في اليابان، وعن طريقة تأجيل التهم والأحكام أو التقليل منها لتدعيم جريمته. تم العثور على رسالة موجهة من هيدياكي إلى زوجته تفيد بأن ابنه كان يفوق كل مساعدة، وأن العالم سيكون مكانا أفضل إذا اختفى ببساطة. أمام الأدلة الدامغة شدد هيدياكي على أنه على الرغم من سبق الإصرار، إلا أنه يشعر بالندم الشديد لما فعله بابنه، وأنه شعر في ذلك الوقت بأنه لم يكن لديه خيار آخر. في النهاية بعد أن دافع ببراءته في فبراير شباط من عام 2021، أدين وحكم عليه بالسجن لمدة أقصاها 6 سنوات، وهو ما لم يكن يريده المجتمع. اعتقد المجتمع أن الحكم بالسجن لمدة 6 سنوات على قتل ابنك ليس هو العقوبة المناسبة، لا سيما بالنظر إلى العنف المطلق الذي ظهر أثناء الهجوم. في الختام، سلطت الأحداث المروعة في كاواساكي في مايو عام 2019 الضوء على العواقب الوخيمة للعزلة وتحديات الصحة العقلية وسوء الفهم المجتمعي. سلط هجوم ريوتشي ووفاة إيشيرو المأساوية الضوء على الشبكة المعقدة من العوامل التي تساهم في أن يصبح الأفراد منعزلين، في حين تركت الحوادث ندبة على الذاكرة الجماعية، إلا أنها أشعلت أيضا محادثات حول الحاجة إلى التعاطف والدعم ونهج أكثر شمولا للصحة العقلية في المجتمع. وبينما تواصل اليابان والعالم التعامل مع تأثيرات هذه الأحداث، فإنها بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة لإعطاء الأولوية للرفاهية العقلية وخلق مجتمع أكثر تعاطفا وتفاهما للجميع، بما في ذلك أولئك الذين قد يكافحون في صمت. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بأرائكم في التعليقات أدناه، كما لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهاليز.